لطالما سمعنا ان القضاء يقرر احكامه في تفاصيل التحرش الجنسي بوقوع الفعل ام لا؟ كما يعتمد على الادله المقدمه في القضيه مثل الشهادات، شهادات الشهود، الادله الماديه، الشهادات الخاصه بالضحيه والمتهم ايضا، لكن لم نسمع من قبل على الاقل حتى هذه اللحظه ان القاضي قد يعتمد على المده الزمنيه التي ارتكب فيها الجرم. وأن يكون ذلك هو ما يحسم في قرار البراءة أو الإذانة لكن بالفعل هذا ما حصل في إيطاليا في قضية غريبة أغضبت الرأي العام في البلد بعد حكم قضائي قضى ببراءة حارس مدرسة من تهمة التحرش بسبب أن العملية لم تستغرق سوى عشر ثوان فقط نعم كما سمعتم عشر ثوان فقط هذا هو المبرر وكما سمعتم أيضا حصل ذلك في إيطاليا قضاة لدى الدائرة الجنائية الخامسة لدى محكمة في روما برأوا المتهم البالغ من العمر 66 عاما من ارتكاب الاعتداء الجنسي لأن الأمر في رأيهم استغرق فقط حوالي خمس إلى عشر ثوان هذا الأمر في نظرهم لا يوجب الإدانة على ما يبدو بحسب وسائل إعلام إيطالية قالت الفتاة التي كانت تبلغ حينها قبل السنة عند وقوع الحادث العام الماضي كانت تبلغ 17 عاما قالت انها كانت تصعد درج المدرسه مع صديقه قبل ان تشعر بيد الجاني وهي تلمس مناطق حساسه من جسمها، لكنه رد عليها بالقول: تعرفين اني امزح. بيخه. الغريب هنا ليس النكته، البيخه. بل الاغرب من كل ذلك هو قبول القضاه بحجج الدفاع بان الفعل كان يهدف الى ان يكون نكته. غير متقنة دون وجود نية جنسية تجاه الفتاة نشطاء إيطاليون طبعا لم يسكتوا عن هذا الأمر أطلقوا هاشتاغ عشر ثواني في منصات التواصل الاجتماعي تظهرهم وهم يلمسون جزءا حساسا من أجسادهم لمدة عشر ثواني طبعا لن نعرض هذه الفيديوهات عرضوا هذه الفيديوهاتهم للتأكيد على أن المدة عشر ثواني هي طويلة ويمكنها أن تسبب الأذى لمن يتعرض للتحرش لكن لا صوت لمن تنادي يا مغرد داون فان تقول مثلا هذا الامر مقرف ومشين بشكل لا يصدق لا احد لديه الحق في لمس شخص اخر نقطه ورجوع للسطر وتقول مع ذلك يعتقد قاض ايطالي انه ينبغي وجود قاعده تحدد فتره عشر ثوان للتحرش الجنسي سارا سيمونز تقول او ترى ان الامر غريب ومروع لدرجه لا يمكن تصديقه يبدو كأنه شيء من مسلسل دي وليس واقعا حقيقيا إنها حقيقة يا سارة على ما يبدو أما دان فتقول بشكل ساخر الاعتداء الجنسي الذي يستمر لمدة تسع ثوان في إيطاليا أصبح مقبولا الآن والله قصة عجيبة